السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذن تلام. أذن بصوت العالي. لا لا عشان يسمع معي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب، نحن اليوم على موعد ولقاء مع حسن الخلق، وأرجو كما قلت بالأمس أن نفرغ أذهاننا وأسماعنا وقلوبنا لهذه الكلمات، لأننا في أمس الحاجة إليها، والله كلنا في أمس الحاجة إليها، كلنا في حاجة إلى أن يقوم نفسه ويهذب أخلاقه. حسن الخلق، حبيبي في الله، اعلم بأن حسن الخلق، اعلم بأن حسن الخلق هو صفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق هو صفة سيد المرسلين، وهو من صفات الصديقين، بل وهو ثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين. حسن الخلق تعددت فيه أقوال العلماء في تعريفه، ما بين أنه طلاقة الوجه وإماطة الأذى عن الطريق وصفات كثيرة وعددها كثير من العلماء، ولكن حينما بحثت عن معنى جامع لحسن الخلق، يعني لم أجد أحد ذكر أن هناك تعريفاً جامعاً لحسن الخلق. كل العلماء تكلموا في أن الحسن الخلق وعددوا في صفاته، فوفقني الله سبحانه وتعالى إلى هذا التعريف بأن حسن الخلق، كلمة حسن الخلق، هي اسم جامع لكل خصال الخير الحميدة. حسن الخلق اسم جامع لكل خصال الخير الحميدة. إذا تدبرنا هذه الكلمة من الممكن أن نضع تحتها كل خصال الخير. هذا هو تعريف حسن الخلق: طلاقة الوجه، إماطة الأذى عن الطريق، كف الأذى عن المسلمين، إغاثة الملهوف، إعانة المحتاج، الصدق، الأمانة، صفات كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذا عن مفهوم حسن الخلق. أما عن أركان حسن الخلق، يقول الإمام ابن القيم طيب الله ثراه أن حسن الخلق يقوم على أربعة أمور أو أربعة أركان أو أربعة صفات. الصفة الأولى الصبر، وأرجو أن تصبروا علي اليوم إن شاء الله. يعني الصفة الأولى الصبر، أو الركن الأول الصبر والعفة والشجاعة. تاني، الصبر والعفة والشجاعة والعدل. طب اشمعنا الأربع صفات دول أو الأربع أركان دول؟ ليه؟ صبر، عفة، شجاعة، عدل. وذكر أن الصبر يدعو صاحبه إلى احتمال الأذى من الناس، وإلى احتمال المكروه من الخلق، وإلى الصبر على أذى الناس، وعلى كظم الغيظ، وعلى كل ما تأبى النفس أن تتحمله. بالصبر يستطيع الإنسان أن يتحمل ما لا تطيق نفسه، بالصبر. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في صفات المتقين حين قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، عدد من صفات هؤلاء المتقين فقال إيه؟ ها؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أليس ذلك صبر؟ أن تصبر على الحرارة أو النار التي تشتعل في داخلك غيظا
أو ممن آذاك أو ضرك؟ فالصبر. العفة، الركن الثاني، العفة تدعو النفس إلى البعد والترفع عن الرذائل، أن يتعفف الإنسان عن كل رذيلة، أن يتعفف الإنسان عن كل قبيح، أن يتعفف الإنسان عن الحرام، وأن يتعفف الإنسان عن كل ما يدنس النفس بالعفة. الشجاعة تدعو الإنسان أو تدعو صاحبها إلى أن يواجه كل ما يلاقي وكل ما يقابل وكل ما يقع له في الحياة بشجاعة واقتدار، وأن يكون قويا على نفسه في أن يجعلها كريمة، أن يجعل نفسه كريمة لا ترضى الذل ولا ترضى المهانة ولا ترضى احتقار ولا ترضى ولا ترضى ولا ترضى، ثم هو يواجه ذلك بما يجعل النفس أبية، بما يجعل النفس في مكانة عالية تسمو عن هذه الرذائل بالشجاعة، أن يكون شجاع، كرم، أن يكون كريم، أن يكون عنده الشجاعة أن يواجه الشح اللي في نفسه يواجهه بالكرم، أن يواجه الغيظ والغل والحقد بالعفو والصفح، شجاعة. العدل، الصفة الرابعة، العدل هي التي يدعو أو هو الذي يدعو صاحبه إلى أن يكون عدلا في كل شيء، جزاكم الله خير، أن يكون عدل في كل شيء، لا إفراط ولا تفريط، أن يكون في منطقة وسط بين أمرين، لا يفرط في شيء، لا إفراط في شيء ولا تفريط في شيء على حساب شيء آخر. لما ننظر إلى حسن الخلق نجد أن الله سبحانه وتعالى في مكانة حسن الخلق جعل حسن الخلق هو مناط تزكية النفس، وجعل تزكية النفس وجعل الفلاح منوط بتزكية النفس. يعني إيه؟ جعل الفلاح في الدنيا والآخرة مرتبط بتزكية النفس عقب 11 قسما متتالية لم تأتي إلا في هذا الموضع من القرآن. 11 قسم أقسم الله بها في القرآن، ثم ختمها بأن الفلاح منوط مرتبط يعني بتزكية النفس. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، إلى آخر الصورة، إلى أن ختم الصورة بقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. بل إن الله سبحانه وتعالى قال أيضا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. شوف الهدف، بعث في الأميين رسولا منهم ليه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتزكية النفس مرتبط بالفلاح. إن زكيت النفس بالأخلاق الحميدة والحسنة فأنت بإذن الله ستكون من الفالحين. بل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية النفس وفي حسن الأخلاق عن طريق الترغيب، أن يرفع بنفسه وبأخلاقه عن كل شيء يجعلها في الأسفل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. بل حسن الخلق هو أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى.
يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من إيه؟ من حسن الخلق. شفت؟ شوف حسن الخلق يوصلنا لفين؟ إحنا محتاجين يوم القيامة لحسنة، ربما هذه الحسنة تكون سبباً في دخولنا الجنة. يأتي حسن الخلق ليثقل ميزاننا يوم القيامة. اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. حسن الخلق ده مش كده وبس، ده حسن الخلق كمان يجعلك في منزلة قريبة، في مجلس قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ قال: أكثركم صلاة؟ أكثركم صيام؟ أكثركم زكاة؟ لا، قال: أحاسنكم خلقا. خلقا. وإن من أبغضكم إلي، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون. فحسن الخلق يرفعك إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش كده وبس، حسن الخلق يجعلك ترقى إلى درجة الصائم القائم. سبحان الله، معقولة؟ بل إن حسن الخلق يجعلك من أكمل المؤمنين إيمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيه؟ خلقا. وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق يرفعك إلى درجة الصائم بالنهار والقائم بالليل. يا الله، شوف حسن الخلق مدى أهميته ومدى جمال حسن الخلق يوم في الدنيا والآخرة. طيب، حسن الخلق قسمان. القسم الأول هو حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، الثاني حسن الخلق مع الناس. أن تحسن أخلاقك فيما بينك وبين الله في كل شيء، وأن تحسن أخلاقك فيما بينك وبين الناس. فإذا كنا جميعا نريد أن نكون من الذين أفلحوا وفلحوا في الدنيا والآخرة، فعلينا جميعا بحسن الخلق. علينا جميعا بحسن الخلق، كل واحد فينا يعرض نفسه على هذه الأخلاق الحسنة. كلنا ذو عيب، ما من إنسان فينا إلا وبه عيب، ولا بد وأن نقوم أنفسنا وأن نحاول أن نغير من أنفسنا وأن نغير هذه العيوب، أن نغير من هذه العيوب إذا أردنا أن نرتقي في الدنيا والآخرة. فلا رقي ولا فلاح ولا نجاح إلا بحسن الخلق. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين أفلحوا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.